دلوقتي مش هتيجي طبعا. امبارح في جوله الرئيس هنا كان ليه زياره مهمه جدا لدار رعايه المسنين، في رساله واضحه الى دعم هذه الفئه من الشعب المصري بشكل عام، دعم كبار السن لاسهاماتهم بكل تاكيد في مصر وتقديرا لدورهم، ورساله انسانيه كبيره جدا. دور رعاية المسنين مش فقط بتبقى مقتصرة على الدعم المادي، يعني في ناس بتبقى موجودة في دور رعاية المسنين فقط لأنه مثلا ناس حد وحيد أو كده، يعني المسألة مش مسألة إن هو حد مش معاه فلوس أو كده، لا خالص، الموضوع إن هو حد محتاج رعاية، محتاج اهتمام. زيارة الرئيس امبارح كانت مهمة جدا، لقائه مع المسنين بالأمس كان مهم جدا، حضراتكم هتشوفوه دلوقتي لأن احنا عملنا جولة مهمة جدا داخل دار المسنين، شفنا الناس اتكلمت ازاي مع الرئيس، طلبوا ايه من الرئيس، فرحتهم بزيارة الرئيس كانت عاملة ازاي، كل ده هنشوفه دلوقتي في جولتنا داخل دار المسنين. زيارة الرئيس السيسي لمحافظة البحيرة، تحديدا أنا موجود دلوقتي في دار المسنين اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي مر عليها النهاردة، وكان في نقاش وحديث مع نزلاء الدار حول احتياجاتهم وحول يعني أهمية الزيارة دي بالنسبة لهم، وشايفين الموضوع إزاي، وهم كمان كانت طلباتهم إيه. الرئيس عمل بحياة كريمة عدة مشروعات، منها مجمع دور المسنين وغيره وغيره في مجموعات في المجتمع، المنشآت المجتمعية والمنشآت الصحية. أنا بسمي الرئيس على قد تسميتي بطل الإنجازات المحققة في أوقات غير قياسية، في أوقات قياسية. ده عنده نظرة ثاقبة بعيدة المدى وسعة الرؤى، يعني عنده أشياء تؤهل ليكون قائد. وفعلا بعد ما قضى ورفع اسم المصريين واسم كل مصري عاليا، في حاجات ياما، يعني قدوم الرئيس يا ريت يجي كل شهر، يا ريت، رغم مشاغله الصعبة اللي هو فيها دي والحياة السياسية والعالم اللي هو داير فيه، بس يبتكر دار المسنين دي حاجة كبيرة. الحمد لله دخل، كناش متوقعين اللي احنا نشوفوه النهارده، دخل علينا ما كناش بنشوفه الا بالتلفزيون، والله يا ربنا ما شفناهوش، ما كناش بنشوفه الا بالتلفزيون، وقلنا له عايزين نطلع، قال نفسكم في ايه، طلبوا لي افتكروني بالدعاء، قلت له احنا افتكروك بالدعاء والله، بس نفسنا في الحج يا عمره يا حج كبير، بس قال حاضر. اليوم زي العسل، وما كناش متوقعين ان السيسي يجي، ولما جه بقينا حنطيره من الارض، حنطيره كده من الارض كده، ما بنعملوش حاجه خالص، احنا يعني فيه ناس هنا بتشتغل بيعملوا كل حاجه، احنا ما بنعملوش حاجه خالص، يا دوبك ان ناكله ونشربه وقاعد نريح التلفزيون، وما فيش اي حاجه بنعملها والله. بنحاول نخفف من اثار الازمه اللي احنا بنتكلم عليها بقالها 3 سنين، ده مدة مش بسيطة في عمر دولة انها تفضل تقاوم أزمة كبيرة جدا، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم كله.